السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أني رايح مشوار فبعطيكم معلومة تهم كمعلومة يعني، لأنه مفروض نعرف وش اللي صاير حولنا. طبعا الآن احنا نشوف اهتمام أمريكا وإسرائيل بإيران، الناس ما يدروش السالفة، يحسبون ان ايران خطر ولا شيء ولا قوية، وهذا مو بصحيح. اللي صاير انه في ايران، في طهران، في يهود تقريبا ما يقل عن 40 الى 50 الف، مجموعهم في ايران تقريبا 50 الف الى 60 الف، من ضمنهم الكمية الاكثرية في طهران. طبعا عندهم نفوذ وقوة. فاللي صاير بين إسرائيل وإيران ما هو بحرب أو نقاش على أساس إنه إيران نفسها، لا 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 لا. اللي صاير إنه إيران، يهود إيران قويين ولهم نفوذ قوي في إسرائيل ويبغون السيطرة، ويهود إسرائيل في فرع ثاني ما يبغون السيطرة على، ما يبغون انهم يصير لهم نفوذ. او ايش صار؟ كل الكلام اللي هذا اللي بين ايران واسرائيل، وطبعا امريكا ذنب لاسرائيل، اللي صاير انه فعليا جالسين يتكلمون مع اليهود اللي في ايران، يعني يتحدونهم ويحاولوا يتفاهمون معهم يوصلون طريقه. ولا ابدا ابدا لها دخل بايران الاصليه الفارسيه المجوسيه. فهذه المعلومه حبيت انكم تعرفون عشان تعرفون قديش اللعبه اللي صايره، واللي كيف يلعبون يلعبون بالاعلام، والناس ما تدري وش اللي صاير وتحسب انه يعني ان ايران قويه وانه لهم دخل بالشرق الاوسط. لا لا لا، ايران اكبر مكوه وذنب لامريكا، وامريكا اكبر ذنب لاسرائيل. اللي صاير فقط نقاش بين عيال العم يهود ويهود بايران واسرائيل وامريكا، هذا اللي صاير للمعلوميه.